تسليم الفكر. الناس بقى اللي عندها احساس بالمؤامره وعندها احساس كل الناس بتتكلم عليا وعندها احساس انا هفترض ان انا ملاك وقعت في وسط اشرار، انتوا اشرار الشمال وانتم اشرار اليمين وانا وقعت فيكم، واحد اقول دول تامر على تامر وده بقى اتفق معايا عليه عشان يمكن شكوى لرئيس مجلس الاداره وده يبلغ على النيابه الاداريه انا عارفكم انتوا كلكم اشرار يا اشرار يا اشرار انا بقى خلاص. طب انا اقول لك حاجه، فانا هفترض انكم انتوا اشرار فعلا، يعني ده مش سوء ظن، ده حسن ظن، ده ظن في مكانه، انتوا فعلا مجموعه من الاشرار وانا مش قدكم. طب انا عاوز اسال سؤال، هو انا لو سلمت الموضوع كله لربنا واتكلت عليه اتكال قلبي كلي، انتوا يا اشرار اقوى من ربنا؟ عشان كده يوسف وقف قدام اخواته وقال انتم اردتم بي شرا والرب اراد بي ايه؟ خيرا. اعملوا اللي انتوا عملتوه. انتوا فاكرين ان كنتوا نجحتوا واذيتوني وقطعتوا عيشي؟ طب انتوا قطعتوا عيشي من الشركه، بس ربنا استغل الموقف ده وخلانا اتعرف على واحد وفتحنا محل صغير والمحل كبر والمحل بقى محلين وثلاثه واربعه وسلسله محلات، واشكر ربنا ان انا اترفدت من 15 سنه، ما كنتش بقيت المليونير ده. فكروا يا حبايبي، بدل ما تهروا في الفكر بينكم وبين نفسكم وتولعوا نفسكم، تاخد الفكر ببلويه وتحطه تحت رجلين المسيح وقول له احكم يا رب وشوف انت هتعمل ايه. ما انا كده كده مش قدكم، ما انا كده كده مش عارف انتوا ناويين لي على ايه، فما قدرتش اقتلع الفكر، ولما فضحت الفكر يمكن ما حسيتش براحه. درب امورك انك تسلم فكرك لله، حتى الفكر اللي مش نقي حطه تحت رجلين المسيح وقول له انا بعاني يا رب من الافكار دي، لازم ربنا هيشتغل.